أما بخصوص جولتنا في المحافظات، فتم اعتماد 444 مليون و109 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في محافظة بورسعيد. تم توزيع 32,600 شنطة سلع غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار في ثلاث مراكز في محافظة المنيا. كمان مد العمل في سوق السيارات النموذجي لفترة مسائية في محافظة المنوفية، وكشف مجاني على 1513 مواطن في قافلة طبية في محافظة دمياط، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن محافظة بورسعيد أعلنت أنه بلغ إجمالي ما تم اعتماده حوالي 444.109 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023-2024، حيث تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء وتحسين البيئة وبرامج الأمن والإطفاء واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين. نفذت الوحدات المحلية في محافظة المنيا الدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية المخفضة بالأسواق والمنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية، وده تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتم توزيع وبيع 32,600 شنطة سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه. محافظة المنوفية قررت مد العمل بسوق السيارات النموذجي لفترة مسائية بنطاق مدينة شبين الكوم، واللي بيتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع، وده تيسيراً على حركة المواطنين وإتاحة الفرصة وتوفير المزيد من الوقت أمام الزائرين لتسهيل حركة البيع والشراء أيضاً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. محافظة دمياط شهدت تنفيذ قافلة طبية بقرية تفتيش الثرو التابعة لمركز فرسكور، تضمنت 11 عيادة بعدد 9 تخصصات طبية، تردد عليها 1513 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 21 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وتضمنت القافلة أيضاً إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 107 مواطن. مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة افتتحت 3 مساجد جديدة بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 156 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع المقبل، بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والأمنية على الوافدين فور وصولهم لأرض المهبط. مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح أكدت أنه تم تحصين 13,005 من رؤوس الأغنام ضمن حملات التطعيم اللي تم تدشينها، مع استمرار أعمالها في تحقيق المستهدف خلال الفترة الحالية حفاظاً على الثروة الحيوانية. مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأليوبية أكدت على توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين، وبلغ إجمالي الكميات الموزعة بمحافظة الأليوبية 120 طن سكر من المبادرة، وده تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.